المغربية بسمة بوسيل في رحلة بحرية مع أولادها من غير تامر حسني. إليكم التفاصيل. رغم حرص الفنانة بسمة بوسيل على نشر الصور لكل المناسبات التي تخصها ويتواجد فيها طليقها الفنان تامر حسني وأولادهما، نشرت بسمة أخيرا صورا لرحلة بحرية قامت بها مع أطفالها الثلاثة آدم وتاليا وأمايا، وغاب عنهما والدهم تامر حسني. وظهرت بسمة بوسيل في الصور مع أولادها على متن يخت في البحر، لكن أغلقت خاصية التعليقات على الصورة للمرة الأولى. من ناحية أخرى، كانت بسمة بوسيل قد شاركت خلال دراما رمضان الماضي بغناء تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر، وعرض في النصف الأول من الشهر الفاضل. وكانت بسمة قد كشفت تفاصيل ترشيحها للغناء تتر نهاية مسلسل نعمة الأفوكاتو قائلة: المخرج محمد سامي ومي عمر عرض علي اني اقدم التتر وغنت كل حاجة باداء واحساس يقدر يوصل الحكاية، والحمد لله رد فعل الجمهور بسطني والناس حست ان احساسي ماشي على شخصية نعمات، ويا رب اكون عند حسن ظنهم. وعن علاقاتها بالمخرج محمد سامي والفنانة مي عمر، قالت بسمة بوسيل: صحابي وقريبين مني جدا، ومن اكثر الناس اللي كسبتهم، وهما طيبين وجدعان، وانا شاهدت فيهم مجروحة وانبسطت بالشغل معاهم. ومحمد سامي مخرج شاطر جدا، وكذلك مي عمر ما بتقدمش اي عمل.